سيد رئيس سيدات السادة النواب المحترمين، الأسعار راه ما كيمكنش نقولوا الأسعار تزاد، هادشي كيتحسب. وراه قبيلة السيد النائب فضلت ما نعلقش، لأنه يمكن نقولوا الأسعار تزاد. غنتكلموا على الخضرة، الخضرة كتزاد حسب البرودة، معروف هذا. وجيت لهنا للبرلمان وفسرت لكم السنة اللي فات كيفاش الخضار طاحت في شهر أبريل ومارس وأفريل ومي وجوان ورمضان. اليوم كاين البرد، كاين شوية زيادة في الخضرة. ثانيا راه بلادنا راه الدستور قرر حرية الأسعار وحرية المنافسة، كنساو الدستور. راه الحكومة ما عندها الحق إلا تحدد أسعار بعض المواد، والشيء الآخر كيتحكم فيه السوق. وعاودنا جددنا المرسوم للقرار ديال لائحة الأسعار بتاريخ 28 ديسمبر 2014. راه فين اللائحة؟ أشنا هي المواد اللي كتدخل فيها الحكومة؟ من غير هاد الشيء الحكومة ما كتدخلش في الأسعار. واحد القضية ديال أتاي، غادي غير نستفد من هذا السؤال ونقول لكم، أتاي خفضنا الجمرك وزدنا في التيفيا، ما عندهمش الحق يزيدوا في أتاي، ورحنا نطبقوا عليهم القانون إلى ما حشموش. راه استدعاهم وزير المالية، رحنا غنطبقوا عليهم القانون. أتاي خصو يهبط، أتاي خصو يهبط في الثمن.